أكتوبر لا نفهمها إلا أنها جزء مكمل للثورة اليمنية شمالا وجنوبا، لأن الرصاص الذي أطلقت على صدور الإنجليز في 14 أكتوبر والبنادق الذي وجهت إلى 14 أكتوبر استلموها ثوار من مستودعات صنعاء اليمن، صانعة تاريخ الشعب اليمني في عشية 26 سبتمبر. لننقل تهانينا الحارة إلى أبناء شعبنا اليمني شماله وجنوبه، لنهنيهم بهذه الذكريات العظيمة، ومن هنا نقول لشعبنا اليمني صاحب المصلحة الحقيقية للثورة، سواء كان هذا اليمني موجودا في صادح أو موجودا في الغيضة، هنيئا لكم يا شعبنا اليمني ويا أبناء شعبنا اليمني بهذه الذكريات الذي سيظل كل أبناء اليمن يعتزون في هذه الذكريات ويفتخرون فيها. نشكركم على حسن المتابعة والاستماع، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.